ريال مدريد واساسونا، النتيجه حتى الان 0-0، مباراه منتظره غدا بين برشلونه وسوسيداد. نعم انا ريال مدريد طبعا بخاف من انشيلوتي دائما، انه يعني في معظم الريمونتادات اللي ذكرها كابتن حسن بدا غلط، بدا باحساس خطا في المباراه بيجي يستدرك الشوط الثاني. كلام كابتن حسن في حته اللياقه البدنيه، المفروض نشيد احنا بالمعد البدني بتاع ريال مدريد اللي هو انطونيو بينيتوس. الراجل ده مما جمع انشيلوتي، بالمناسبه كان في ضعف لياقي واضح جدا في ريال مدريد. الراجل ده هو اللي غير الوضع ده، ده اللي بيخلي لعيبه زي مودريتش زي توني كروز اللعيبه يعني كبار شويه في السن يواصلوا لغايه الدقيقه الاخيره ويقدروا يلعبوا. معناته نشيد احنا بالمعد البدني اكثر مما نشيد بانشيلوتي. اساسونا فريق ما سهل، ممكن على ملعبه يورط ريال مدريد بتعادل بخساره على حسب مجريات طريقه لعب ريال مدريد. ريال مدريد لو ركن للعبه بتاع المرتدات ده انا دائما بنزعج وتلج الاهداف بسرعه فيه وممكن تجي. اما المباراه الثانيه سوسيداد برشلونه، برشلونه يعني اعتقد يعاني نفسيا، مباراتين ورا بعض فرانكفورت قادش، غير مرغوب الموضوع ده في جماهير برشلونه، في سخط على برشلونه. سوسيداد في المركز السادس، فريق طموح، فريق بيأدي مباريات كبيره جدا جدا، ممكن لو برشلونه واصل في الاحباط النفسي سوسيداد يفاجئ برشلونه. برشلونه محتاج انه ينهض في المباراه دي نفسيا على اساس انه يرجع لل جميل جدا.